وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام لغة بايثون. نواصل معكم محاضرات التعامل مع الفايل، وفي هذه المحاضرة راح نتعرف كيفية إنشاء الفايل وكيفية التعديل أو كتابة بيانات جديدة على الفايل. طيب، عندنا متغير اسمه فايل، وطبعا هذا المتغير راح يكون قيمته open، وراح نكتب اسم المتغير اللي راح يكون طبعا double quotation mark، راح يكون اسمه baha.txt. طيب، وطبعا بعد فاصلة منقوطة وراح نكتب a. طبعا هذا الكود هو يعني انه متغير، هذا المتغير اسمه فايل، راح يكون خاص بالفايلات او البيانات الخاصة بالفايلات. اسم الفايل baha.txt، وهنا الـ A اللي هي اختصار append، أي أن هذه الدالة أو هذا المتغير راح ينشئ أو يضيف فولدر اسمه baha.txt append، راح يضيفه وطبعا راح يكتب بداخله، راح نكتب اسم المتغير اللي هو راح يكون baha. طبعا ممكن هنا فايل ممكن نعدل spell هذه الطريقة، وأيضا راح نكتب فايل هذه الطريقة دوت رايت. دوت رايت أي إنه راح يضيف بداخل هذا الفايل النص، مثلا راح نضيف بها وورد بهذه الطريقة. طيب، الآن راح نكتب أخيرا فايل دوت كلوز. طيب، هذه الدالة هي إنه متغير اسمه فايل، هذا المتغير راح ينشئ لي ملف .txt طبعا عن طريق الدالة append، وراح يكتب لي بداخل هذا الملف بها word، ومن ثم راح يغلق لي الدالة. اذا نلاحظ انه هذا هو الروت المصدر مثل ما نلاحظ. طيب، الان راح نجي نعمل run بهذه الطريقة. اذا لاحظ انه تم انشاء الملف اللي هو baha.txt، وطبعا تم كتابة البيانات baha word، وبامكاننا ايضا نقرأ هذا الفايل، نقرأ البيانات من خلال نكتب اسم الفولدر اللي هو فايل يساوي open بهذه الطريقة، وطبعا راح نكتب اسم الملف اللي هو baha.txt هذه الطريقة طبعا فاصلة منقوطة، وراح نكتب R اللي هي ترمز إلى read، وبالأسفل راح نكتب file طبعا مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة، راح نكتب file طبعا نفتح أقواس، وراح نكتب file fil dot read بهذه الطريقة. طبعا هذا الكود راح يقرأ لنا او يفتح لنا الفايل اللي هو اسمه baha.txt، وطبعا يستعرض لنا البيانات الخاصة بي. عندما نجي هنا فقط هنا عندنا print، وطبعا راح نشاهد اذا لاحظ انه baha word راح يتم انشائه، وراح يتم اضافة البيانات اللي هن بهذه الطريقة. طبعا تم اضافة البيانات بكثرة، ذلك لان اكثر من مرة اجرينا عملية الرن. طيب، فاذا عرفنا كيف ننشئ فولدر، وعرفنا كيف نقرأ الفولدر. طيب، الان نريد نغير البيانات المكتوبة، طبعا هذه البيانات نريد نغيرها الى بيانات اخرى من خلال البايثون. طبعا العملية سهلة جدا، كل ما علينا هو انه اولا هذا الفولدر نغير الـ A الى W واللي هي اختصار رايت الـ A الى W، وراح نكتب مثلا I love Python بهذه الطريقة I love Python، وطبعا راح نجري عملية run. اذا لاحظ انه تم تعديل البيانات السابقة ووضع البيانات الحالية اللي هي I love Python. اذا نجي هنا نفتح الملف، لاحظ انه I love Python. جيد جدا. طبعا باستطاعتنا انه نضيف بيانات،
ونقرأها وأيضا نعدل على هذه البيانات باستخدام بايثون. هذا الموضوع طبعا مهم جدا وأيضا يرجى التركيز عليه جيدا. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.